بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة اللحظ. منزلة اللحظ، واللحظ يعني بمعنى الرؤية والنظر، فالمقصود هنا يعني رؤية القلب ونظر القلب. وقسمه إلى ثلاث درجات كما يعني هي طريقته، وفي كل درجة يذكر ثلاثة أشياء. ففي الدرجة الأولى يعني كما أن العين يعني تبصر وتلحظ الأشياء، واللحظ في العين يعني كما مر يعني يكون فيه يعني نظرة خاطفة يمنع من تدقيق النظر فيها، يعني حياء أو هيبة للمنظور إليه، فهذا يعني لحظ بالقلب يعني بنور القلب، يعني يحصل منه هذا اللحظ. وقسمه إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة الفضل سبقا، وذكر فيها ثلاثة أشياء. ملاحظة الفضل سبقا ومر بنا يعني ملاحظة أن فضل الله سبحانه وتعالى عليه سابق، أن فضل الله عليه سابق، كتب الله تعالى عنده يعني قبل أن يخلقك ما يعني أنعم به عليك وتفضل به عليك، ففضل الله سبحانه وتعالى سابق. فيلحظ الإنسان هذا المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني سبق الفضل منه وهو سابق على وجودك. ثم هذه الدرجة التي هي ملاحظة الفضل سبقا فيها ثلاثة أشياء قد تقطع طريق السؤال وتنبت السرور، والأمر الثالث ويبعث على الشكر، وهذا الذي توقفنا عنده. قال ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. هذه عبارة الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين. فالإمام ابن القيم يشرح هذه العبارة، يقول هذا الكلام يحتمل معنيين، يقول هذا الكلام يحتمل معنيين، أحدهما أن يريد أو يحتمل معنيين أحدهما جزاكم الله خيرا شكرا الله يحتمل معنيين أحدهما أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء في كل حين، تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء في كل حين. طبعا هنا يلاحظ أن يعني كثيرا من الناس يذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يذكر أن الشكر في السراء والضراء، والصبر كذلك أيضا في السراء والضراء. فالشكر في السراء واضح، السراء يعني وقت النعمة والرخاء يشكر الله تعالى على النعمة، في الضراء هناك شكر أيضا، وذلك أن وقت الضراء أو المصيبة أو الابتلاء فيها نعم لله سبحانه وتعالى، أنها لم تكن أكبر مما كانت، لم تكن في دينك، أن الله ألهمك الصبر عليها، هذه كلها نعم تحف المصيبة في الضراء، فتحتاج إلى الشكر، يعني إلى جانب الصبر على البلاء والمصيبة، فحتى في وقت الضراء يحتاج إلى الشكر. قال إلا ما عجزت قدرته عن شكره، يعني يقول إنه مهما اجتهد الإنسان في شكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حال وحين، لابد أن يكون شكر الإنسان
يعني عاجزا وناقصا لا يليق بحق يعني نعم الله سبحانه وتعالى. واضح يعني، لأن إيه يعني لو أن الإنسان يعني قضى عمره كله شكرا لله تعالى، لو قضى عمره كله ساجدا أو صائما أو قائما لا يؤدي حق شكر يعني نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا الإنسان يعني يشكر الله في كل حين، لكن تعجز قدرة الإنسان عن شكر الله تعالى كما ينبغي. فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس وكمال صفاته ونعوته، فتلك الملاحظة تبسط العبد للشكر. نعم نعم، في عندي يعني في الحاشية في بعض النسخ تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه، وهذا يعني لعله. وفي نسخة هنا تبسط العبد للشكر إلا الشكر الذي يعجز عنه ولا يقدر أن يقوم به، فإن شكر العبد لربه نعمة من الله أنعم بها عليه. يوضح ذلك يقول أنه مهما شكر الله سبحانه وتعالى شكرك هذا هو نعمة من الله تستحق الشكر، ولو شكرتها يصبح نعمة أخرى تستحق الشكر، فهي تستدعي شكرا آخر عليها، وذلك الشكر نعمة أيضا فيستدعي شكرا ثالثا وهلم جرا. يعني لو فرض أنه شكر الله تعالى فالشكر هذا نعمة يحتاج إلى شكر، لو شكر نعمة الشكر فشكر نعمة الشكر هو نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا إلى ما لا نهاية. فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة ولا يشكره على الحقيقة سواه، فإنه المنعم بالنعمة وبشكرها، فهو الشكور لنفسه سبحانه وتعالى. يعني من أسماء الله تعالى الشكور، فهو الشكور لنفسه وإن سمى عبده شكورا. فمدحة الشكر في الحقيقة راجعة إليه وموقوفة عليه، فهو الشاكر لنفسه بما أنعم به على عبده. يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور سبحانه وتعالى، فيقول الشكر الحقيقي هو شكر الرب سبحانه وتعالى وليس شكر العبد ربه. ويقول يعني إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ألهم عبده أن يشكره، فعاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الشاكر لنفسه بما أنعم به على عبده، فما شكره في الحقيقة سواه مع كون العبد عبدا والرب ربا، فهذا أحد المعنيين في كلامه. فيقول يبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة، إلا شكر الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة الله تعالى. قال المعنى الثاني أن هذا اللحظة ينشطه للشكر الذي هو وصفه وفعله، للشكر الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله، فإنه سمى نفسه بالشكور كما قال تعالى وكان الله شاكرا عليما، وقال أهل الجنة إن ربنا لغفور شكور. وشكر الله سبحانه وتعالى يعني مر بنا يعني شكر الله تعالى نفسه سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى يعني عبده، وهذا تكرم من الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يكافئ عبده على الإحسان وينعم عليه ويزيده من النعمة، وهذا أحد معاني شكر الله سبحانه وتعالى، أحد معاني يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالشكر. قال فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به، ولا يبعث العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد، وهو أنه إذا لاحظ سبق الفضل منه سبحانه علم أنه فعل ذلك لمحبته للشكر، فإنه تعالى يحب أن يشكر، كما قال موسى عليه السلام يا رب هل لا سويت بين عبادك، فقال إني أحب أن أشكر. هل لا سويت بين عبادك يعني في الإنعام، يعني كل لا يكون أحد مثلا فقيرا والآخر غنيا، أو أحدهم صحيحا والآخر مريضا، فذكر الله سبحانه وتعالى إحدى الحكم في التفريق بين العباد،
أنه سبحانه أحب أن يشكر، لأن الإنسان يعني لا يعرف قدر النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها إلا إذا كان يعني عنده احتمال أن يفقدها، يعني بالإمكان أن يفقدها، ورأى غيره ممن فقدها. يعني فالإنسان إذا تفكر في كون هذه النعمة يمكن أن تفقد منه وتزول عنه، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة أي نعمة يعني من نعم الدنيا يمكن أن تزول عنه، وحتى نعمة الدين يعني لو الهداية والتثبيت بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا رأى يعني من حرم نعمة أنعم الله بها عليك في الدين أو في الدنيا، فهذا يجعل الإنسان يتذكر هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى. بينما يعني النعم التي يشترك فيها الخلق ويعني قل ما يعني يلتفت أحد لها ويؤدي شكرها، يعني مثلا نعمة السماء والشمس والقمر والهواء، يعني لما تكون أشياء مشتركة كلها نعم كبيرة وعظيمة، لكن أحيانا يعني كونها مشتركة بين الناس لا يتذكر الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. يعني لكن عندما يعني يرى من مثلا فقد المال أو الصحة أو كذا فيستحضر إيه نعمة الله عليه فيشكر. فإذا هذا من الحكم في عدم التسوية بين العلم. قال وإذا كان يحب أن يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به، كما أنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العفو، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، فكذلك هو شكور يحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل، يعني سبق الفضل من الله تعالى عليه، تشهده صفة الشكر وتبعثه على القيام بفعل الشكر، والله أعلم. هذا كان ما يتعلق بالدرجة الأولى. قال فصل. قال الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف، وهي تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي وتعصم من عوار التسلي. هذه عبارة الإمام الهروي رحمه الله، دائما عبارته فيها غموض، يعني هي الله تعالى ابن القيم رحمه الله يكشف لنا عن هذه المعاني. قال هذه الدرجة أتم مما قبلها، فإن تلك الدرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم، وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه حتى شغله عن الخلق فأسبل عليه لباس توليه لله وحده وتوليه عما سواه. فيقول يعني ما زلنا في منزلة اللحظ، فالإنسان يلاحظ الأشياء يلاحظها بقلبه. فكان أول ملاحظة اللي هي ملاحظة فضل السبق، قال هذه كانت علما، يعني علمه بذلك. وهنا ملاحظة نور الكشف، فقال الكشف هذا هو حال وليس يعني علما، وإنما هو حال استولى على قلبه. قال ونور الكشف عندهم هو مبدأ الشهود، وهو نور تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب فتضيء به ظلمة القلب ويرتفع به حجاب الكشف. فيقول نور الكشف هو مبدأ الشهود، والشهود هو يعني بمعنى شهود الله تعالى والفناء عن شهود ما سواه، أنه يعني كأنه يرى الله سبحانه وتعالى ويشاهد الله ويفنى عن مشاهدة ما سواه. طيب هنا يعني كيف الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والإنسان في الدنيا لا يرى الله سبحانه وتعالى؟ فقال يعني هنا يعني هو معنى مجازي، يعني كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فقال هو نور تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب، يعني الأسماء الحسنى يعني تتجلى معانيها على القلب فتضيء القلب
ويرتفع الحجاب، يعني دائما الانسان الذي يمنع الانسان من الرؤيه بالبصر وجود حجاب يعني حاجز او كده يمنعك ان ترى ما وراءه. فيقول كذلك البصيره التي بالقلب، فبيكون هناك حجب يعني تحجز وتمنع الانسان من رؤيه معاني اسماء الله تعالى الحسنى. فقال اذا وصل يعني الى هذه المرتبه يعني كان هذا الحجاب قد زال، واصبح قلبه يرى يعني معاني اسماء الله سبحانه وتعالى. قال ولا تلتفت الى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها. يقول يعني بعض المتصوفه او علماء السلوك وكذا يعني ممكن تجد عندهم عبارات عندما يتكلمون عن الشهود والكشف وكذا، فتجد عندهم عبارات يعني مثل هذه التي سأذكرها. قال فإنك تجد في كلام بعضهم تجلي الذات يقتضي كذا وكذا، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا، وتجلي الأفعال يقتضي كذا وكذا. فيقول يعني أن الله تعالى يتجلى بذاته وبصفاته وبأفعاله على العباد. قال والقوم عنايتهم بالمعاني أكثر من عنايتهم بالألفاظ، فيتوهم المتوهم أنهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان. يعني يقول أحيانا يستعملون بعض العبارات يعني قد يعني يظن القارئ لها أنهم يقصدون يعني أن الإنسان إذا انكشف عنه الحجاب ووصل إلى مرتبة الشهود وكذا أنه أصبح يرى ذات الله سبحانه وتعالى أو يرى أفعال الله سبحانه وتعالى. فقال يعني إن هذا يعني ليس هو القصد، وكثير منهم يعني ربما استعمل هذه الألفاظ، لكن هو قد يقصد معاني صحيحة ولكن لم يعتني بالألفاظ فصارت موهمة لبعض المعاني غير الصحيحة. قال فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات، والصادقون العارفون براء من ذلك. يعني تجد بعضهم يزعم أنه رأى الله سبحانه وتعالى ويتكلم أنه رأى الله وأن الله تعالى تجلى له أو كذا، فقد يعني يحصل منهم هذه الشطحات يعني وهذا الانحراف بسبب يعني استعمالهم عبارات موهمة. وإنما يشيرون إلى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض. يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يرشد يعني إلى إحسان الظن يعني بعلماء السلوك ومن تكلم في هذه المعاني يعني من الصالحين أو كذا. فقال إذا وجدتهم يستعملون أن الله تعالى تجلى له وأنه يعني انكشف له الحجاب عن ذات الله أو صفاته أو كذا، فقال يعني صحيح العبارة يعني خطأ وفيها إيهام وينبغي أنه لا يستعمل هذه العبارات، لكن من باب إحسان الظن يعني مؤولها إلى أنهم يقصدون كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية، فلا يشهد القلب سوى معروفه. فيقول يستولي سلطان معرفة الله تعالى على قلبه فيمحو شهود السوى، يعني شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني يمحو عنه تعلق القلب بالمخلوقات والموجودات يعني حوله من المخلوقات، ويتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يشهد قلبه سوى معروف الله تعالى. فيكون هذا هو القصد، يعني ليس القصد أنه يعني رأى الله سبحانه وتعالى بعينه كما يعني كما يرى المؤمنون ربهم في الآخرة، وإنما المقصود يعني أنه انكشف له العلم وزال عنه الحجاب الذي يحجبه عن معرفة الله تعالى. وينظرون هذا بطلوع الشمس، فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعدم الكواكب، وإنما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود، وهي موجودة في أماكنها، وهكذا. اللي هو يعني الفناء عن شهود ما سوى الله. فقال يعني ليس معناه أن ما سوى الله هو غير موجود، يعني وإنما يعني ما سوى الله هو موجود، ولكن لانشغال قلبه بالله تعالى فأصبح
يعني مشغولا عن هذه المخلوقات حتى كأنها غير موجودة. وضرب هذا المثال وتكرر يعني هذا المثال ذكر الإمام ابن القيم أكثر من مرة، اللي هو مثال الشمس والكواكب. إذا طلعت لم يبدو منهن أي كوكب، عندما تطلع الشمس نورها يغطي على الكواكب، فالإنسان لا يرى الكواكب بسبب قوة نور الشمس. ليس معنى هذا أن الكواكب يعني انعدمت وصارت غير موجودة، هي موجودة ولكن نور الشمس يمنع من رؤيتها. فهذا يعني مثال، ولله تعالى المثل الأعلى. فالإنسان إذا تعلق قلبه بالله تعالى فهذا يغطي يعني على يعني هذا النور يغطي ويحجب عن الإنسان رؤية الموجودات، بمعنى أنه ينشغل عنها بالله سبحانه وتعالى. ومثال آخر اللي هو يعني عندما يدقق الإنسان بصره في شيء أو ينظر إليه، فيعني لا يلتفت يعني إلى ما حوله رغم أنها موجودة، لكن يصبح غافلا عنها كلما يعني قوي تركيزه وانشغال باله. يعني الإنسان يدقق نظره في مثلا شخص هناك مثلا في آخر المسجد، وكل يعني تركيزه ونظره عليه ومشغول به، ممكن يمر بجواره أحد ويشاور له وكذا، هو لا يراه، هو واقف على بعد، مثلا هو ينظر إلى هذا البعيد يعني بصره كله مدقق فيه، ممكن يمر أحد بجواره ويؤشر له ربما ناداه، لأنه لا يلتفت له ولا ينتبه لوجوده أصلا بسبب انشغال قلبه وفكره وهكذا. وأحيانا مثلا ربما يكون الإنسان ماشيا في الطريق ويمر به صديق ومثلا يسلم عليه، ويكون هو يعني مشغول البال والفكر، فربما لم ينتبه، ربما لم يرد السلام بسبب يعني انشغال فكره، أو قد يعني يحصل أحيانا ربما تضايق صديقه ظن أنه، فتقديم إحسان الظن أن الإنسان أحيانا إذا انشغل فكره بشيء لا ينتبه إلى ما حوله. وكان يحصل من السلف يعني في خشوعهم في الصلاة أنهم ربما تحصل أشياء كثيرة في الصلاة حولهم في المكان، ربما أكثر من حادثة يعني مروية عن خشوع السلف، ربما حصل حريق في المسجد، ربما سقط عليه حجر، ربما حصل ولا ينتبه له ولا يشعر به لانشغال فكره يعني وخشوعه في الصلاة. قال نور المعرفة، وهكذا نور المعرفة إذا استولى على القلب وقوي سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب، يعني فكذلك يحصل هذا المعنى أنه يغيب بها عن رؤية ما سواه. قال ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله. الذي ينكر هذا المعنى يعني كان لم يجربه، يعني من ذاق عرف يقول يعني من ليس من أهله ينكر هذا المعنى ويقول لا يمكن ويغيب عن أشياء موجودة. ولا قال ولا يعتقد أن الذات المقدسة والأوصاف برزت وتجلت للعبد كما تجلى سبحانه للطور وكما يتجلى يوم القيامة للناس، ولا يعتقد ذلك إلا غالط فاقد للعلم. وكثيرا ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرياضة والذكر إلى نور الذات والصفات. قال لا يعتقد أحد أن يعني نور ذات الله سبحانه وتعالى وأن ذات الله تعالى وأوصافه تجلت للعبد يعني وأصبح يرى الله سبحانه وتعالى حقيقة. قال لا يعتقد ذلك إلا إنسان يعني غالط مخطئ. ثم هنا يعني كطريقة الإمام ابن القيم دائما يحاول يعني التماس العذر يعني لبعض من صدرت عنه هذه العبارات من العباد والصالحين، فقال أحيانا يحصل الخلط بين نور العبادة والرياضة بمعنى مجاهدة النفس يعني على الطاعات والتعبد، فنور العبادة والرياضة والذكر ربما اشتبه على بعض الجهال بنور ذات الله تعالى وصفاته. قال فإن العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية، الرياضة الشرعية لترويض النفس يعني بتزكيتها ومجاهدتها، والذكر المتواطئ عليه القلب واللسان،
فإذا العبادة والذكر ومجاهدات النفس، والذكر إذا كان يعني بالقلب واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه. كلما قويت العبادة والمجاهدة والذكر قوي هذا النور، وكلما قلت ضعف هذا النور. وربما قوي هذا النور حتى يشاهد بالعيان، فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية، فيظنه نور الذات وهيهات. قال وهيهات ثم هيهات، فيقول هو النور هذا هو نور داخلي يعني في نفس المتعبد والذاكر وكذا، لكن يقول يعني أحيانا من قوة هذا النور يعني أحيانا يصبح كأنه خارج الجسد وكأنه يراه بعينه. يقول يعني بعض العباد يعني من اجتهادهم في العبادة واجتهادهم في الذكر، فهذا النور الداخلي يعني الذي في قلوبهم شيء هذا المعنوي يعني من قوته أصبح كأنه شيء محسوس يعني، فيصبح كأنه يرى نورا حوله. يعني ربما يقول بعض الصالحين والعباد يعني ربما يكون صادقا أنه رأى يعني نورا حوله في وقت اجتهاد منه في العبادة والطاعة، لكن قال هذا النور يعني هو شيء يعني تمثل له من أثر العبادة والطاعة، ليس هذا النور هو نور الله سبحانه وتعالى. قال هيهات يعني يستحيل أن الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى يعني مثل تجلي الله تعالى للجبل، فاندك الجبل وكما سيتجلى لعباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال نور الذات لا يقوم له شيء، ولو كشف سبحانه الحجاب عنه لتدكدك العالم كله، كما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له ذلك القدر اليسير من التجلي. الله سبحانه وتعالى كشف يعني الحجاب عن نور وجهه سبحانه وتعالى، فانكشف يعني قدر يسير جدا، فبمجرد ما تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل خر الجبل دكا وساخ في الأرض، سقط يعني في داخل الأرض. فقال لو كشف الله تعالى الحجاب لا تدكدك هذا العالم يعني ولم يقوى العالم. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه يعني نور وجه الله سبحانه وتعالى لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال فالإسلام له نور، والإيمان له نور أقوى منه، والإحسان له نور أقوى منهما، فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والإحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله امتلأ القلب والجوارح بذلك النور، لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى، فإن صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته كما أن مخلوقاته لا تحل فيه، فالخالق بائن عن المخلوق بذاته وصفاته، بائن يعني منفصل سبحانه وتعالى يعني ليس حلا فيها ولا متحدا بها، فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال قوله ويعصم من عوار التسلي، قال العوار العيب، والتسلي عن المحبوب الذي لا حياة للقلب ولا نعيم إلا بحبه والقرب منه والأنس بذكره، فإن سلو القلب وغفلته عن ذكره هو من أعظم العيوب. يعني كما مر التسلي عن المحبوب هذا في يعني في محبوب في الدنيا يعني من المخلوقات، هذا يكون شيئا حسنا يعني أنه لا يظل يعني متعلق
الفكر والبال به يعني طيلة الليل والنهار، بحيث يعني يشغله عن مصالحه وعن أموره، فهذا يعني من الشيء الذي يعني يعاب في محبوب في الدنيا، أن يشتد التعلق به حتى يصبح يعني لا يفارق يعني فكره ولا باله، ويشغله عن مصالحه وعما هو أنفع، فيكون التسلي عنه يعني وقت غيابه عنه ينشغل عنه بأمور أخرى ثم يتذكره ويرجع إليه وهكذا. فهذا شيء في المحبوبات في الدنيا شيء محمود، لكن في محبة الله سبحانه وتعالى فالتسلي هنا يكون مذموما، أنه ينشغل بأي شيء عن الله سبحانه وتعالى، فالتسلي هنا عن المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى، ثم يعني يتبع محبة الله تعالى محبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه محبات يعني تابعة لمحبة الله تعالى، فالتسلي عنها أن هو ينشغل عنها بأمور الدنيا هذا شيء يعني يكون عيبا مذموما. ينبغي الإنسان يكون دائم الفكر وتعلق القلب بالله تعالى. فيقول يعني هنا يعني في هذه الدرجة هذا اللحظ يعصم العبد من عيب التسلي عن المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأن العوار والعيب والتسلي عن الله سبحانه وتعالى. قال: فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت صاحبها من عيب سلوته عن مطلوبه ومراده، فإنه في هذه الدرجة مستغرق في شهود الأسماء والصفات، وقد استولى على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتها ودوام ذكرها، ومع هذا فباب السلوة عليه مسدود وطريقها عليه مقطوع. والمحب يمكنه التسلي قبل أن يشاهد جمال محبوبه ويستغرق في شهود كماله ويغيب به عن غيره. يقول المحب يعني في الدنيا ممكن ينشغل عن المحبوب إذا يعني لم تستحكم المحبة بهذه الدرجة، يعني قبل أن يشاهد جمال المحبوب ويستغرق في شهود كمال المحبوب ويغيب بالمحبوب عن غيره، فقال قبل الوصول إلى هذه المرحلة يمكن أن يتسلى عنه وينشغل عنه بأشياء أخرى، لكن إذا وصل يعني إلى هذه المرحلة، قال: فإذا وصل إلى هذه الحال كان كما قيل مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارس. فيصبح يعني دايما طيوفه تمر بأرجاء الخيال في كل وقت وكذا. فطبعا لله تعالى المثل الأعلى، فيقول يعني ينبغي أن يكون العبد في محبته لله تعالى في أعلى الدرجات، بحيث يعني لا يغيب يعني لا تغيب محبة الله تعالى عن قلبه في أي وقت. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.